بسم الله الرحمن الرحيم. احمد مصطفى فرج طب اسكندريه دفعه 2020. هتكلم عن طب جراحه الانف والاذن والحنجره الثروت النهارده. هتكلم عن كونجنتال انوميليز اوفلاريتي، العيوب الخلقيه في الحنجره. من ناحيه الشيوع والاكثريه، اشهر حاجه ان العيل الصغير بتولد طري سيس، عيل طري لسه ما نشفش، لسه ما استرجلش، يبقى لارنجو ملاشيا. بعدين ايه اللي يحصل؟ ممكن يحصل باراليزيس، الولد ينزل مشلول، دي تاني حاجه. تالت حاجه ممكن تحصل ستينوزس، الولد ينزل مش مشلول، لا مشلول ولا طري، بس ايه الكلام بيطلع منه بالعافيه، بياخد نفسه بالعافيه، مسدود مقفول معقد. دوت السرد كمان ناخدهم واحده واحده بالترتيب كده. انت شايف ولد طري على ايدك الشمال فوق، ايدك الشمال فوق، شايف شايف انا بشاور فين؟ شايف انا بشاور فين؟ الولد الطري ده. ايه دوت؟ دوت قال لك ديت الموست كومنست كونجنتال انومالي اوف لارينكس. قال لك بيبقى الولد اللي انت شايفهم في الصوره ده ولد ولا بنت؟ ولد. يبقى الولاد هم بيبقوا اكتر طريين اكتر، البنات بيبقوا رجاله بيسترجلوا كده، هم اللي بيشيلوا بيصحوا امم كامله، لكن الولد طري، عيل طري سيسي، فبتبقى اكتر في في الميل انفانت. الايتيولوجي الولد طري بيبقى نخاف من ايه؟ خاف من اماتيور كالتريج، اماتيور نيورال سيستم، اماتيور اميونيتي، كل ده اماتيورتي. الكلينيكال برزنتيشن اللي بيخوفنا بيحصل ستريدور. الستريدور دوت بيتغير على حسب وضعيه الجسم. الولد الطري ممكن ينام على جنبه اليمين، ينام على جنبه الشمال، يتاخد يروح كده كده كده، فاهم؟ وده ولد طري، فهمني انت، خليك فاهم كده معايا. قال لك فممكن ايه؟ قال لك في السوباين بوزيشن، بص السوباين بوزيشن في حرف السي انكريز، بص سوباين بوزيشن انكريز، وهو كده واقف سوباين بوزيشن انكريز، وهو نايم سليب برضه انكريز، وهو بياكل انكريز، كل دي حاجات زياده. وانت لما بتنام بتزود طاقتك، بتزود طاقتك، لما بتاكل بتزود طاقتك، وسوبان بوزيشن برضه طاقه. لكن البرون بوزيشن انك تعوج رقبتك بقى وتعوج كده، لا انت كده ابتديت ايه؟ تقل من نفسك. لما تعوج رقبتك لحد كده وانت بتتكلم بتقل من نفسك، ده دي ديكريز. والبرون برضه ديكريز، افلام البورن وكده ده ديكريز، بتقلل من طاقتك، افلام البورن، افلام الاباحيه. قال لك بس غير كده، هل بقى الولد الطاري ده هيأثر على صوته؟ قال لك غالبا ما بيأثرش، صوته والاكل كده صوته ينديك انه طبيعي، بس تصرفاته هي اللي مش طبيعيه. تصرفاته النيك بوزيشن، فهمني انت، السوباين بوزيشن، طريقه نومه، طريقه، لكن الاكل صوته لا، صوته طبيعي يعني. هي بس المشكله كلها في الاستريدور، في النفس، مش قادر ياخد نفسه. لكن الصوت الفويس نورمال، بعتها اخر مره اهو، فويس والفيدك نورمال. وبرضو الويت جين لا عادي، انا وزني طبيعي جدا، انا بس كل مشكلتي في الحنجره وفي النفس اللي دخل الوزن في الكلام ده، طبيعي جدا. هل بيبقى في سيانوزس؟ قال لك ما بيبقاش في سيانوزس، ما بيبقاش في، الموضوع ما بيوصلش لسيانوزس. انا عيل طري بس الموضوع ما بيوصلش لسيانوزس ابدا. بالاندوسكوبيك اكزامينيشن قال لك الولد طري ما نستخدمش معاه حاجات تنيمه، هو اصلا طريقه نومه غلط، هنستخدم حاجات تنيمه وتزود طريقه نومته الغلط. الاناسيسيا دي ما نزودش، ما ندروش اناسيسيا، هي طريقه نومته لوحدها غلط اساسا، وكل حاجه فيه غلط. ما نستخدمش اناسيسيا واحنا بنستخدمها، واحنا بنستخدم الاندوسكوبي. الا في حاله الدايركت لارينجو سكوبي، الا في حاله دايركت لارينجو سكوبي لما نفتح بقى مباشره بنستخدم، حتى يوم ما بنستخدم بنستخدم ايه؟ انهاليشنال، انهاليشنال اناستيسيا، بس ما بنستخدمش الماسل ريلاكسانت. هي اساسا انه عضلاته طريه وريلاكس جدا وطري، عيل طري من الاخر. يبقى ايه عرفنا ايه؟ ما بنستخدمش غير انهاليشنال اناستيسيا في الدايركت لارينجو سكوبي، الحاجات المباشره ساعتها بنستخدم انهاليشنال اناستيسيا. بنلاقي في الاندوسكوبك فايندنج، قال لك بص الولد طري كل شويه قاعد عمال يكرر ويعيد ويزيد، او ماي جاد او ماي جاد، يبقى اوميجا شيبت. والولد طري بياخد ما بينديش، بياخد انورد كولابس، وبتبقى قصير كده وقزم صغير كده، شورت اريبجلوتيليك فولد، والميكوزا بتبقى ريدانتنت. قال لك الحالة ديت هو سيبه مع الأيام، والأيام بس كده، ما سيبه كده وهو هيكبر وينشف ويسترجل لوحده. لو عايزين نستخدم حاجة في الحاجات السفير جدا جدا جدا، نبدأ بقى نشيل بقى الحاجات الإيه، الزوايد اللي عطيانه
شكل شكل السرسجيه دوت، شكل العيل الطريه، نبدا نشيل نقصقصه كده عشان يدينا شكل جميل، شكل قوي، شكل رائع. ديت ازاي؟ قال لك نبدا نعمل اربي اربي جلوت اربي جلوتلايزس اربي جلوتلايزس بارشال ابي جلوتكتومي اكزيشن اوف ريداندنت ميكوزا، نشيل زياده الانتدانت ريداندنت ميكوزا واربي جلوتلايزس وبارشال ابي جلوتكتومي. دي اول واحده اللي هي صوره الولد الصغير ده، الولد الطري ده. الصوره اللي في النص فوق دي صوره رجل مشلوله. ايوه عشان اقول لك ان ممكن يحصل ليفت، ممكن تحصل في الليفت سايد يبقى في كونجنتال كورد فوكال كورد فالاليزيس. دي التاني اشهر واحده. وقال لك بتبقى ليها في سندرومات معينه، سندرومات معينه زي ارنولد كياري مالفورميشن، ارنولد كياري مالفورميشن. جبنا الكيري، جبنا الكيري واللبن دوت لبن مغشوش، بيؤدي لشلل في العظام، والعظام والحركه في الليفت، سايد الرجل الشمال او الفوكال كورد الشمال. ليش معنى الشمال؟ عشان هي الاطول. خدنا في الاناتومي من الليفت اطول، تبقى اطول بيبقى عرجه كده، تبقى هي الاطول، هي التفوق للناس الشمال، هم اللي بيسيطرين على كل حاجه. قال لك لما يبقى في باراليزيس ايه اللي بيحصل وانت مكسور وتعبان كده؟ وي كراي مايلد ستريسور، حاله على قد خفيف كده، اسبيريشن اونلي، كلام بسيط كده. ولو حصل بايلاترال بيبدا يظهر بقى ايه؟ اتاك اوف ستريدور. قال لك غالبا بيخف لوحدها زي اللي فاتت، زي اللارينج وملايكشا. كده خلصنا كده الدايجنوزس، نفس زي اللارينج وملايكشا وكده نفس الكلام. والتريتمنت ريلي ما بنحتاج تريتمنت، ولو في باراليسيس بس في بايلاترال بنستخدم تراكيوستومي. الصوره على ايدك اليمين بقى فوق خالص سب جلوتيك ستينوزيس، لا ده انسداد في السب جلوتيك. هي طبيعي بقى 4.5 سم، لما نيجي ندخل حاجه 3 سم ما تخشش ازاي؟ ده المفروض انا بيدخل لغايه 4.5. فقال لك نكتشف الحالات دي واحنا بنفحص الريسبيراتوري سيستم لما يحصل فاير كمان بعد 6 شهور. الاستينوزيس ده ما بيبانش غير بعد 6 شهور لما نيجي نفحص الريسبيراتوري سيستم افتر 6 مانثس اوف ايج. المانجمنت هي بتتقسم اولا لمايير كوتن، بالمايير كوتن جريدنج سيستم زي القطنه، القطنه تبقى نورت القطنه كده واضحه واسعه ومفروده كده، لا ده جريد 1 تبدا تضيق، ده جريد 2 تضيق خالص، جريد 3 تتقفل خالص مقفوله كده خالص زي التينه المقفوله، زي التين المقفول خالص كده او التين المفتوح خالص. التين المقفول خالص ساعتها تبقى دي جريد 4. المانجمنت بقى ولا حاجه، كلوز اوبزرفيشن، احنا هنرجع حاجه يبقى تراكيوستومي زي ما احنا عارفين، كلام بسيط. في حاجه اسمها كونجنتال ويب، شايف الصوره على ايدك الشمال تحت ديت كونجنتال ويب. ايه كونجنتال ويب ده؟ زي ما انت شايف كده في فايبرس تيشو، فايبرس تيشو انتيريور، انتيريور في الجزء الامامي اللي احنا شايفينه، في الانتيريور بارت اوف تو فوكال كوردز. فقال لك دوت ليه في فايبرس تيشو؟ بسبب ان ما بيحصلش كاناليزيشن محترم في اللارينكس، فيبقى يتبقى بقايا يسدوا الانتيريور بارت اوف اللارينكس. السيمبتومز طبعا بيبقى حنجرتك مقفوله، صوتك بيبقى ايه؟ ويك، ديسبيرنيا، ما تقدرش تاخد نفسك، الهواء ما يقدرش يخش، انسبيراتوري ستريدور ان سيفير كيزز. طبعا زي ما شايف يبقى لونها ابيض او بينك فاتح. نو تريتمنت في المايلد كيزز، لو حاله بسيطه ما بتستخدمش تريتمنت. لو حاله بقى جامده بنبدا نلجا للليزر، ليزر اكسجن، نشيل الجزء الزياده دوت بالليزر او باللارنجيو فيشر، وتراكوستومي رشقه معانا في اي مصلحه. الكونجنتال سيست زي ما انت شايف كده في حاجه اسمها لارنجيو سيل، اللي هي الصوره اللي في النص تحت، لارنجيو سيل ديت كونجنتال سيست. قال لك بتطلع من السكيول. ايه السكيول ده؟ ده الانتيريور بورشن اوف الفنتريكل. وقال لك بما انها حاجه لارنجيو سيل، هي بتيجي فين؟ في اللعيبه الثقيله بلاير جلاس بلاورز. قال لك ممكن تبقى ايه زي ما انت شايف في الصوره كده اللي في النص تحت، ممكن تبقى اكسترنال لبره، ولما تبقى اكسترنال
بتبقى سوفت طريه كده اكسترنال، خارج حاجه خارجيه، ناس الخارج الخوارج الناس الاجانب بيبقوا طريين كده، بتبقى سوفت اكسبانسبل ممكن تتشد معاك وما تتشدش، وكومبريسبل تتشد معاك، وخصوصا بتزيد حجمها مع الطرق بتاعت الفالسلفا والعلماء الاجانب بتوع بره. بديت ميوكو اللارنجيو سيل ديت حاجه ثقيله بتاعت الناس اللي بره. وقلنا ثقيله ليه؟ وقلنا ثقيله لان تيجي في اللعيبه الثقيله لارنجو سيل لعيبه ثقيله، والجلاس بلاورز وقلنا ممكن تبقى اكسترنال بره، والاكسترنال تبقى سوفت كومبريسبل اكسبانسبل وبيزيد حجمها مع الفلسلفه، ممكن تبقى انترنال جوه اللارينكس بس، وساعتها بيبقى ايه بالونه جوه زي البالونه اللي بنحشرها في المعده، عندنا بالونه في عمليه المعده بنحشر بالونه، يبقى جميل كده. ممكن تبقى بالونينج اوف فولس فوكال كورد، تبقى في الفولس، ها في الفولس، لان دي حاجه ثقيله، كدبه ثقيله والكلام كله كدب وغلط، ثقيله. ممكن تبقى ميكس، تبقى الخليط من الانترنال والاكسترنال مع بعض. اخر حاجه عايز اقولها اللي هي السيست، كونجنتال سيست، الكونجنتال سيست اللي عقيدك اليمين تحت دي بتبقى برضو في الساكيول، بس بتبقى مليانه ايه ميوكس. ميوكس بتيجي منين؟ بتيجي من الفولس فيكال فوكال كورد برضو والفنتريكل، ماشي، اللي هي باقي اجزاء الساكيول، الساكيول جزء منه، الساكيول جزء من الفنتريكل، ممكن تيجي من الفنتريكل في الفالس فوكال كورد. ممكن هي غالبا بتبقى اسيمبتوماتيك زي اغلب الحالات، اغلب الحالات الكونجنتال بتاعت اللارينكس. التريتمنت بنشيلها، بنشيل السيست ديت انكسيشن وخلاص. ممكن يبقى في حاجه كليفت، ممكن تبقى في فتحه نتيجه عدم التصاق الكريكويد كارتليج مع بعض بوستيريورلي. بوستيريورلي ساعتها هيبقى في اتصال، اتصال مع اللارينكس والتركيه. انتيريورلي يبقى في اتصال مع الهايبوفارينكس والاسوفجس. لا هي الانتيريورلي، انتيريورلي بتبقى مع الانتيريورلي اللي قدام التراكيه، الرئه من قدام، صدرك من قدام، اللارنكس وتراكيه من قدام، ومن ورا، من ورا بيبقى الاسوفجس اللي هو الاكل بقى اللي بنطلعه من ورا، الهايبوفارينكس والاسوفجس. ده كل اللي عايز اقوله، شكرا جدا جدا جدا.